كندا موجوده صارت معنا باستوديو اليوم ورح تعمل ختام وجوله اخيره على الجاردن شو اللي انتهى السبت الماضي بميدان سباق الخيل، ومع كمان غراض مهضومين كثير على الطاوله بارض وورد. كندا صباح الخير. صباح الخير. هذا شيء كثير مهضوم، هذا اللي حاطط عوانات، شو وضعه هذا البوتيتو هيد؟ هيك رح نعمل بوتيتو هيد. هلا بنشوف، مانا بوتيتو 100%. رح نحكي عنه بعد شوي. فينا نفرمه ونعمله مع الهامبرجر تبع الشيف شادي. نجرب. رح نحكي عنه بعد شوي، وانما بالبدايه مثل ما قلت غيدا، اليوم رح يكون عندنا الجوله الثانيه والاخيره من الجاردن شو اند سبرينج فيستيفال يلي مثل ما قلت صار الاسبوع الماضي. والحلو بهالسنه انه خلص الجاردن شو، بس الافكار يلي موجوده فيه بتضلها عالقه براس كثير من الاشخاص يلي زاروا هالمعرض، ويلي هالسنه كان كثير غني بافكار للديكوراسيون الخارجيه، لكل شيء زينه خارجيه. رح نشوف سوا بعض الافكار وبنرجع بنعلق عليهم. تم مي وبدنا نعرض، وبذات الوقت المي قليله، وكل هدول الشغلات لعبوا انه ما كان على بالي حط مي واعمل جنينه، بدها جنينه كثير اكواتيك وهيك، فعلى بالي كنت رجعت استعمل مغاطس مع الوانهم شوي القديمه، انا بحبهم يعني، عم نحكي عن الفيروزه، عم نحكي عن الزهر الفاتح، مع دوش صغيره، واستعملت بلانتات شوي انا معوض لهم يعني، بحبهم مثل كل سنه هيك قديمين، بس الفرق انه السنه زدت شويه بلانتات كبار، شوية سبيسيمنز يعني للعالم تنبسط بجنينتها من داي 1. وكنت اكسس، بعتقد السنة أكثر سنة اكسسبل لكل الناس، يعني ما كثير تفزلكت وما كثير رحت فيها على الاكستريم شوي، بس حبيت إنه كل العالم تجي، لأن كل سنة في ناس بيستوعبوني مش يعني أو فكرتي إذا بدك، وفي ناس ثانيين بتوصلهم بطريقة، بس حبيت السنة يكون شوي ما حبيت اتسلى مع كل الناس. مقدمة فكرة كتير حلوة، نجاح بالجاردن شو فرنتشر من الجازون او من اللون، خبرينا اكثر. الفكرة للمعرض حبيت شارك فيه لحتى نفرجي انه الجازون في عنده استعمالات كتيرة، فمثل ما بتلاحظي ما حطيت جازون على الارض مثل ما هو لازم، وعملت فكرة اللونج صد لونج يلي هو سالون صغير معمول من الجازون، وبيضلوا فوريفر هيدا مع العناية الخاصة، بتسقيه بتطعميه بتأسقسيه، بس الأسقسة تبعوله ما بيصير بالمور العادية، بدك تعطي فورم الكنبية بالمقصات الخصوصي، بتقيمي اليابسين، وطريقة الري فيها كمان بتعذب شوي لأنه طالعة ونازلة. كمستر شو مقدمين، شيء جديد يعني كفكره او شو طول جديده، شو اللي هيك بيميزكم عن غيركم؟ بيميزنا انه نحن بنعمل ديزاين، مش بس انه نجي بنحط لك شتل، يعني حتى في افكار جديده عم نخترعها، يعني فينا كل جاردن يكون سبيشل، مثلا شفتي هون هي فكره جديده انه كيف فينا نحط بلانش وفيها اشياء اروماتيك، يعني اشياء خارج تنحط بالمطبخ، هيدي فيها تنحط عند شخص، إذا بتبرمي في كتير أفكار هيك مميزة، هول بالمشات الإجمالة ما بتلاقيهم. هدول الأفكار ما بياخدوا محل، يعني هذا الشيء المهم مثل ما لاحظت عندك. مزبوط، قد ما يكون جاردن صغير أو بالكوني أو تراس، فيكم تفوتوا الخضار على بيتكم. مهضوم كثير، ايه. مهضومين الافكار، وهيدي الكتسي الجازون مش معقول شو مهضومه. ايه عن جد. مثل ما قلتي هون افكار جديده، السنه كان في شغلتين كثير مهمين بهالمعرض، اول شيء
كيف ان تقدري تزرعي بمساحات صغيره ودائما يطلع انه في خضار، يعني لو كان قد ما كان صغير. شفناها الاسبوع الماضي او الفقره الماضيه، وهالمره بالروبورتاج حبيت فرجي افكار جديده. مثل ما قلتي في اللاونس او الكراسي اللي هي معموله من الجازون، مثل ما قالت نجاح بضلهم يعني دائما بتقصقصي وبضلك عم تقدري تقعدي على كرسي من جازون، شعور كثير حلو مهضومة. بتحسي حالك عن جد قاعده بالطبيعه. بسم الله الاقبال كان كثير كبير، في حوالي 9000 شخص كانوا عم يفوتوا على المعرض بهالاربع ايام، يعني كل يوم يوميا 9000. مزبوط كل يوم 9000 يعني اجمعيهم على 5 ايام. مزبوط بالفعل كان كثير العالم مبسوطين. ثاني شيء كانت فكره الريسايكلينج كثير موجوده بالجاردن شو، هيدي شغله كثير مهمه، يعني حتى بالديزاين اذا لاحظتي بنوار او مغطس محطوط بدل فاونتن، فكره كثير حلوه وكثير بسيطه، انه ما بدها كثير لحتى تعملي المي بقلب الجنينه، بنوار قديمه بالوان هول الفاتحه وبتعطي شكل كثير حلو، وما حيكون في كثير ناس عندهم هالنوع من الفاونتن. واكيد شفنا كمان افكار كثيره للزرع ولا حتى الريسايكلينج باشكال مختلفه. نزل البوتيتو هيد، انا هلا غطسته بالمي. وهدول افكار كمان بنقدر انه نعملها بالبيت اذا بدك لتسليه اكثر ما هي جاردنينج، بس بتعطي شكل كثير حلو بالبيت وبتعلم الاولاد كثير. هيدا راسه هلا صار مقلوب عم بحطه بقلب المي، هو عباره عن شاره خشب مع شويه تراب محطوطين بقلب كيس من الكلسات النايلون اوكي ومربوطين ومعمل له هالديكوراسيون. هذا البيبسوح حرامية على راسه. ايه هذا البيبسوح حرامية على راسه. بس من هون على الراس بدل الشعرات في عنا بذر من الجازون، خليط من بذر الجازون يلي هلا عم نسقيهم كثير منيح لحتى يفرخوا، وبصير الشاب عنده شعرات. بعد قد ايه وقت يطلعوا كندا؟ بعد شي اسبوع تقريبا، خمسة لسبعة ايام ببلش يبين في عند الخضار. وعندنا هون هالمشي اللي رح تضل تضمن انه الراس رطب. رح نحط شوية مي بقلب الفاز لحتى نخليه عم يشرب على طول. هلا نحن كل يومين او ثلاثة هيك بتحطيه بهالطريقه هيدي، كل يومين او ثلاثه بنرجع بنغطس له راسه بالمي، بنحممه منيح لبين ما يبلش يفرخ، بس يبلش يفرخ بنصير منرش على الراس مي، وساعتها الحلو هون بقى بتصيري بتقصقصي له شعراته مثل ما بدك، بتربطي له اياهم اذا كان طوله، بيعملوا سبايكي. رح نشوفه الاسبوع الجاي ونشوف شو بنقدر نعمل له خبريات. شو بدنا نسميه لهيدا؟ البوتيتو هيد؟ بترك لك انت الاسم. رودولف، رودولف لانه ذا ريد نوز ريندير. اوكي ذا بوتيتو هيد هذا رودولف. هون كمان في شخص ثاني بدنا نلاقي له اسم مع عوانات حمراء هالمره، بس الفكره كثير حلوه ومثل ما قلت هي اكثر شيء الاولاد بينبسطوا فيها وكمان الكبار اذا كان حبوا. مزبوط انا حبيته كثير. ثاني فكره هي هالكنات يلي بتقدري تفكريها اي شيء للاكل او للشرب، ولكن هي بالحقيقه عباره عن خليط كمان من البذور، بذور الترافل يلي هي اكاتروفا يعني الاربع اوراق، وهيدي معروفه الكلوفر يلي بتجيب الحظ. ومحطوطه بقلب هيدي الكنات، هيدي كثير كمان فكره مهضومه انه بتشتريها مثل ما هي، مخلوط بقلبها التراب، مخلوط بقلبها البذر مثل ما لازم، كل شيء عليك تعمليه هو انك تفتحيها. شو مهضومه. اوكي. انتبهي على ايديك. والسنه كان كمان التيم تبعهم او يعني نفتح من الكعب بالمعرض كان المي واهتمام بالمي اليونسكو، لانه كمان السنه عم بتركز كثير على المي والاهتمام بالمي 100%. فاذا نفتحها كمان من الكعب محطوط فتحه، رح فرجيها بس ما بدي انه نهر الاوراق. اوكي بتصير بتنزرع الشجره لحتى تسرب المي اللي اوكي لحتى المي اللي هي عم تسقي فيها تسرب، يعني كله مدروس بشكل انه كل شيء عليك تعمليه هو انه نسقيها لحتى هيدي حتى ما تشرشر علينا مي. وكمان بعد حوالي الاسبوع بتبلش تفرخ وتعطيني نسقيها منيح لانه ناشفه هون 100% ناشفه، بدك تعطيها شويه وقت لحتى تسرب المي. اوكي بتطلع الترفليه بعدين وبيطلعوا كمان بدنا نعطيها حوالي في ورقه البستونه
نلعب فيهم بعدين ورق. وهي الفكره عم تتنفذ هلا وصار لها زمان باوروبا، لانه كثير الاوروبيين بحبوا الاشياء الصغيره تنحط ببيوتهم، بس كمان تقدر تلاقي بذور لانواع ثانيه من الازهار، لحتى بصليات يعني التوليب والنارسيس، بتلاقي بصله موجوده بقلب هالكنات يلي هي بتنحفظ من سنه للثانيه، وقت اللي بدك تستعمليها بتفتحيها وكل شيء عليك تعمليه هو بس انك تسقي. بعد قد ايه وقت بتطلع ترفيه؟ كمان حوالي الاسبوع رح سوا نجيبها هي ورودولف ونفرشي شو رح يصير. اوكي خلص، رح يعني ينتظروه الاسبوع الجاي. فاذا وكل الاشخاص اللي ناطرين حظوظهم تكون منيحه مثل ما ان شاء الله بتجلب لهم الترفليه الحظ كمان كده. ترفليه منيحه هيدي، بيقولوا معك ترفليه بالورق. نشوفك الاسبوع الجاي كده اذا الله رد. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، الحظوظ كلها رح تكون بانتظاركم، كل اللي حابين يطرحوا على كارمن اي سؤال، تليفونكم بايدكم، زودياك معنا، خليكن معنا.